طيب ألو، المحاضرة المحاضرة الآن بعنوان March of Medical Engineering Between Academic and Commercial Works. طبعاً المحاضرة للثنائي الرائع نبراس أبو الذهب وعلي العرجة. نبراس أبو الذهب مهندس نبراس حائز على درجة الماجستير في الهندسة الطبية من جامعة ماركي التقنية في إيطاليا، عضو مؤسس في جمعية البحث والنشر السوري. إجازة بالهندسة الطبية طبعا من جامعة دمشق، وكذلك علي العرجة إجازة في الهندسة الطبية في جامعة دمشق، صاحب ومؤسس شركة ACE للتجهيزات الطبية والمخبرية، مدرس في جامعة دمشق وجامعة الأندلس الخاصة. طبعا يعني نكهة خاصة لأنه هذا الثنائي الممتاز من طلابنا زملائكم. مين حيبدأ أول؟ تفضل نبراس. شكرا جزيلا على المقدمة اللطيفة، وإلنا الفخر أنه نحن اثنين كنا طلابك بمشروع التخرج. فاليوم محاضرتنا حتكون مشتركة، رح نحكي عن العمل الأكاديمي والعمل التجاري بمجال الهندسة الطبية. رح أحكي أنا عن المجال الأكاديمي، زميلي المهندس علي رح يحكي عن المجال المهني، المجال التجاري. فرح نبدأ مع المهندس علي بهذا الموضوع، تفضل. الله يعطيكم ألف عافية. الصوت واضح؟ تمام. هلأ القسم اللي بدي أحكي عنه هو البزنس بالهندسة الطبية، أي العمل التجاري. هلا نحن بظل هذا البلد، بظل هالظروف اللي عانينا منها، ظروف اقتصاديه صعبه، هذه عكست سلبا عنا على الوضع الاقتصادي، بحيث صار في عنا فروقات باسعار الصرف، صار عنا صعوبات بالاستيراد. هذا الشيء جبر شركات عديده لانها تقلص من حجم اعمالها ومن حجم الخدمات اللي بدها تقدمها. الصوت مو واضح؟ تمام هيك؟ هيك أوضح. تمام. برجع بعيد، كنت عم بحكي إنه الأزمة الاقتصادية اللي عانى منها بلدنا انعكست سلباً علينا كمهندسين طبيين، لأنه الشركات الطبية صارت تعمل على تقليص حجم عملها وتقليص خدماتها. فنحن كمهندسين عم نعمل بهي الشركات، هذا الشيء خلانا ننضغط لأنه حجم الأعمال قلت وحجم الشيء اللي نحن بنحسن نشتغل فيه أو نقدمه انخفض. فلهيك توجب علينا لحتى نضع بصمتنا في مسيرة العمل التجاري ونبني مشاريعنا الخاصة والبزنس تبعنا، كرمال ما نكون ضحية هذا الواقع اللي بيستهلك من وقتنا ومن عمرنا. أول شغلة بحب أحكي فيها، لما بدنا ننطلق بعمل تجاري أهم شيء عنا بأي مجال، سواء مهني سواء طبي سواء هندسي، أهم شيء التخصص. نحن كمهندسين طبيين كتير مطلوب منا إنه نكون نعرف المبادئ العامة لكل الأجهزة الطبية، لكن المطلوب منا بشكل أكبر هو نتخصص بمجال معين نشتغل فيه وننطلق فيه، من مبدأ أن نعلم شيء عن كل شيء ونعلم كل شيء عن شيء. طبعا نحن مثل ما بنعرف الهندسة الطبية عندنا العديد من التخصصات، عندنا الأجهزة الأشعة، عندنا أجهزة الأمواج فوق الصوتية، أجهزة الإيكو، عندنا الأجهزة المخبرية. ضمن التخصص نفسه في تخصصات كمان، يعني ممكن أنا أكون عم بشتغل، أنا بشكل شخصي بشتغل بالأجهزة المخبرية، ضمن الأجهزة المخبرية في العديد من التخصصات، في الأجهزة تحليل الهرمون، تحليل الدمويات، الكيمياء، ولا ما هنالك. فأنا ممكن أكون مختص بمجال ومختص بجهاز معين ضمن المجال هذا. عندي الأجهزة الصناعية، الأطراف الصناعية عفواً، والأجهزة التقويمية،
عندنا أجهزة السمع والأجهزة عندي العينية وأجهزة التنظير، وفي عندي الأجهزة القلبية أو اللايف سبورت. طبعاً أنا عندي كتير تخصصات غير التخصصات اللي ذاكرها ممكن نشتغل على أساسها. هلأ أنا ذكرت التخصصات، بس أنا كمهندس ممكن يكون متخرج حديثاً، ممكن يكون اللي مدعي عم يشتغل بالسوق، كيف بدي اختار هذا التخصص؟ التخصص بختاره ممكن بعد التخرج أن يكون اشتغلت سنة أو سنتين أو فترة زمنية معينة بشركة بمجال معين، منها من هاي الخبرة اللي كونتها أنا ممكن أنطلق للعمل التجاري ضمن الخبرة اللي بنيتها بهذه الشركة، هيك بكون قادر على أني ابني عملي التجاري بناء على خبرة معينة. طبعاً أنا ما فيني أشتغل بأجهزة معينة أنا ما عندي باني خبرة، أو ممكن يكون أنا عندي ميول معين نحو تجهيزات معينة خلال الدراسة الجامعية، مثل في بعضهم من السنة الثالثة بيدرسوا ميكانيك حيوي بحسوا حالهم كثير مايلين نحو العمل بالأطراف الصناعية، فهن بيطوروا نفسهم ويبنوا خبرتهم الشخصية سواء من مقالات سواء من مراجع، فبيكونوا جاهزين بعد التخرج للانطلاق بسوق العمل التجاري. طيب أنا اخترت التخصص، صار عندي الخبرة الكافية بمجال معين أني انطلق بعملي الخاص، كيف بدي انظر للسوق أو أعمل الدراسة النظرية تبع السوق؟ طبعا بعيدا عن مواضيع الجدوى الاقتصادية، نحن عم نحكي هلأ شلون بدي أدرس السوق، شلون بدي انطلق. هلأ أنا في عندي كتير بارامترات لأني أقسم السوق تبعي، بس أنا حاط التقسيمة بناء على الواقع السوري وبناء على خبرة سواء عندي سواء من زملاء تانين اشتغلوا وانطلقوا بالمجال هذا. أول شيء عندي اللوكيشن، الموقع الجغرافي. أنا بس بدي انطلق بختار منطقة أو مدينة أو قطاع من مدينة معين، بحط كل تركيزي للتسويقية أو تقديم الخدمات. طبعاً ممكن يكون مشروعي أنا مو ضروري يكون منتج أو جهاز طبي بدي أقدمه، ممكن يكون خدمة صيانة، ممكن يكون خدمة قطع صيانة لتجهيزات معينة. فأنا الخدمة اللي بدي أقدمها أو المنتج بدي ركز على مدينة معينة أو منطقة أو قطاع ضمن مدينة، منه ببدأ شغلي. بعدها بدي أحدد فئة الزبون أو فئة الزبائن اللي بدي أقدم لهم هذا المنتج. طبعاً نحن كمهندسين طبيين زبائننا هم الأطباء، ففئة الزبون تبعي هو الطبيب، ولكن هو الطبيب الأخصائي اللي بدي أعرض له المنتج أو الجهاز اللي أنا عندي خبرة فيه. ففئة زبوني هم أطباء أخصائيين بالمجال اللي أنا تخصصت فيه، مثلاً الأجهزة العينية أنا شغلي مع أطباء العينية، أشعة شغلي مع أطباء الإشعة، مخبرية مع الأطباء المخبرين وهكذا. بعدين عندي بارامتر الثالث، هذا بحسه أنا مهم مشان ما يكون الشغل تبعي بدون جدوى، اللي هو دخل الطبيب، قديش الطبيب دخله، قديش إمكانياته لحتى يدفع قيمة الجهاز الطبي. نحن بنعرف الأجهزة الطبية بحط الثمن وسعره بيتناسب طردا حسب الدولة، حسب الكواليتي. دولة طبعا بقصد فيها دولة المنشأ أو بلد المنشأ، فأنا بدي يكون عرفان دخل طبيبي. طبعا أنا بس حددت الموقع الجغرافي، فيني أعمل مسح لهي الأطباء أو أعمل عملية إسكان بحيث أني أعرف هذا الطبيب مثلا عنده 20 مريض باليوم، أو هذا المشفى مثلا عنده عدد أسرة معين بيخدم الاختصاص اللي أنا بدي أشتغل فيه. فأنا من خلال دخله بروح برض عليه جهاز ضمن فئة سعرية محددة بحيث أن يكون شغلي فعال. فأنا ما بيجي بعرض جهاز مثلا حقه مئات الملايين على دكتور ممكن ما يقدر يدفع نصف هذا السعر مقابل الجهاز. هلأ أنا هيك بعد ما قسمت السوق صار عندي واضحة الفئة المستهدفة، والفئة المستهدفة بس حددتها أو الشريحة اللي بدي استهدفها بعملي هي البداية الصحيحة والبسيطة اللي أنا من خلالها بنطلق بالعمل التجاري، لأني أنا حددت مع مين بدي أشتغل. أنا ما بشتغل مع كل العالم، أنا ما بحكي مع كل الأطباء، أنا بحكي مع الفئة والشريحة المستهدفة اللي بجيب فائدة من عرض جهازي لإلها. طبعا
طبعا هلا انا قسمت السوق، حددت الشريحه اللي بدي اشتغل معها، هلا صار بدي انزل على ارض الواقع. تمام، فانا حبيت هون اعرض 4 استراتيجيات تتبع الشركات العالميه للتعامل مع السوق مع زبائنها. فانا بيقدر اي واحد منا بيستشف حسب البيئه الجغرافيه، حسب المدينه اللي بده يشتغل فيها، حسب التخصص، انه يسقط تجربه هاي الشركات على سوقه او يستنبط شيء جديد او يعمل ميكس. هلا اول استراتيجيه لتغطيه السوق بعد ما قسمنا الفول كفرج استراتيجي، استراتيجيه الاستهداف الشامل. يعني انا بالتخصص اللي بدي اشتغل فيه جميع الشريحه المستهدفه قادره تشتري جهازي. يعني انا عندي منتج رخيص بيعطي ميزه حلوه للاطباء، بتساعدهم بالتشخيص، بتساعدهم بالعلاج، كله قادر يشتري. تمام، فانا فوت بعمل استهداف شامل لكل الشريحه او لكل الاطباء اللي حددتهم بهي المنطقه. مثل شركه مثلا كوكاكولا عندها استهداف شامل، لماذا؟ جميع الناس قادرين يشتروا المنتج تبعها، فهي بينزلوا على السوق بيحكوا مع كل الناس، بيعرضوا دعاياتهم بكل الأماكن. استراتيجية تانية هي استراتيجية تقسيم السوق. يعني أنا بيكون عندي، رح أطرح لكم مثال على شغلي. أنا في عندي بالتجهيزات المخبرية في عندي أطباء عاملين الدكتوراه بفرنسا، فهدول شو ما بعرض عليهم مواد أو تجهيزات فبتلاقيهم مشتغلين على الأجهزة والكواشف الفرنسية، فمتعودين عليها بدون يشتغل عليها. فهدول أنا حاطهم ضمن خالة هاي المنتجات تنعرض عليهم بشكل دائم ودوري. في بعضهم ببريطانيا، بعضهم بألمانيا، فأنا مقسم السوق ضمن هدول الفئات. فهي استراتيجية تقسيم السوق. السوق المخصص نيش ماركت. السوق المخصص أنا عندي شريحة مستهدفة، ضمن هاي الشريحة المستهدفة أو ضمن هدول الأطباء عندي فئة من الأطباء بيكون إلى خدمة مميزة قادرين يدفعوا حقها أو منتجات معينة قادرين يدفعوا حقها. فبيكون عندي فئة مستهدفة ضمنها في فئة خاصة، مثل شركة رولكس. شركة رولكس للساعات بتبيع الساعات لجميع فئة الأغنياء، لكن في عندها ساعات مطلية بالذهب مرصعة بالألماس تعطيها للطبقة الثرية من ضمن طبقة الأغنياء، فهي عندها سوق مخصص. نصل آخر شيء لآخر استراتيجية اللي هي استراتيجية سوق الخدمة الفردية. أني أنا ممكن ضمن المنطقة الجغرافية تبعي كون أتعامل مع مشفى واحد ضمن تخصص واحد وخدم هذا التخصص بشكل فردي، يعني كل شغلي وكل البزنس تبعي مع هذا المشفى، مثل ما بتتبع شركة مرسيدس. شركة مرسيدس عملت قسم صنعت فيه للوليد بن طلال سيارة مرسيدس مطلية من الذهب الكامل، وعملت له قسم صيانة خاص، قسم خدمة ما بعد المبيع، قسم قطع غيار، بس لأنه الربحية من هذا الشخص أو من هذا المشفى أو من هاي المؤسسة اللي أنا عم بتعامل معه أو عم بيعها بتكون كافية، وأحيانا بتوصل لميزانية دول مع الشركات الكبيرة. هيك مثل ما برجع بقلكم وبأكد على موضوع التخصص انه هو اهم شيء بشغلي بالبزنس لحتى اكون ناجح او انفرد بفيلد معين، انه اتعلم شيء عن كل شيء واتعلم كل شيء عن شيء واحد. شكرا لكم. بحب اشكر زميلي المهندس علي اللي حكالنا عن كيف نحن ممكن ندخل للسوق المهني والسوق التجاري بمجال الهندسة الطبية. هلأ بدنا ننتقل نحن على المسار الأكاديمي. إذا بدي أشتغل بالمجال الأكاديمي كمل بالجامعة بالمراتب العلمية بالأبحاث العلمية تحديدا، كيف هذا الشيء بصير ضمن مجال الهندسة الطبية؟ فلح نبدأ بداية بتحديد شو هو البحث العلمي ونحن كيف نقدر نجمع هاي المعلومات. بمعنى تاني، هاي الأجهزة الطبية كلها اللي شايفينها، أجهزة الإكس راي أو أجهزة معالجة السمعيات، كيف تم تطويرها؟ تم تطويرها بداء من المعرفة. معرفة بنيت فوق معرفة، بس كيف هي المعرفة بتنبنى عن معرفة تانية؟ بنبدأ مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ أجهزة السمعيات. فنحن فهمنا كيف الأذن بتشتغل وانطلقنا من هي المعرفة. من هي المعرفة نحن وضعنا فرضيات،
اللي هو نقص السمع كيف بصير، شو الأسباب المؤدية له، كيف ممكن أنا أطور جهاز أو سماعة بتحسن عملية السمع. عملت تجارب لتطوير هي السماعة، تجربة أولى، تجربة ثانية، تجربة ثالثة، طرحت أسئلة وبالأخير عملت بعض التجارب. هي التجارب ساعدتني أني أعرف أكثر عن الجهاز، أعرف ديتا أكثر، معلومات أكثر، هذه السماعة هذا النوع بيشتغل مع هذا المرض، هذا بيشتغل مع هذا المرض، وبنت لي نوع تاني من المعرفة. نشرت تقارير عن هذا الموضوع، سواء حالات سريرية، سواء scientific papers، سواء clinical procedures أو تقارير تقنية أو أي نوع من reporting tools، وهذا بيبنينا معرفة فوق المعرفة اللي عنا ياها. تستمر هي الدائرة بتطوير العلم، علم بينبنى فوق علم بينبنى فوق علم، وهيك بتدور دائرة البحث العلمي والتطوير العلمي والتطوير البحثي. خلينا نفترض أنه في عنا نحن هي الدائرة، هي الدائرة بتمثل كل المعرفة يلي بيعرفوها البشر. نحن موجودين بهي النقطة أول ما ولدنا، منفوت على المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية، ناخد معلومات عن كل شيء، ناخد بالرياضيات، ناخد بالفيزياء، ناخد بالأدب، ناخد بالعربي، ناخد بكل شيء. بس فتنا على الثانوي منبلش نتخصص شوي، يلي بيروح بالمجال الفني، يلي بيروح بالمجال العلمي، يلي بيروح بالمجال المعلوماتية. بس ننتقل للجامعة، ننتقل للماستر، نحن بنتعلم معلومات أكثر عن تخصص معين، بحالتنا هي بالهندسة الطبية، لحد ما نوصل لمرحلة نحن بنعرف شو أحدث الأبحاث اللي عم بتصير بهذا المجال من خلال قراءتنا لأحدث البيبرات، لأحدث المنشورات العلمية بهذا المجال. بس دخلنا بمجال الريسيرش، تحديدا مجال الدكتوراه وما بعدها، منبلش نعمل إضافة صغيرة بالعلم. هي الإضافة الصغيرة هي اللي بتأهل الواحد أنه يحصل على الدكتوراه ويكمل بمجال الأبحاث. شخص عن شخص، بحث عن بحث، رح تزداد المعرفة البشرية. هي المعرفة البشرية رح تتراكم مع بعضها ورح تزيد المعرفة البشر الكلية. مع الاستمرارية بحث وراء بحث حنلاقي أنه هي الدائرة عم تتسع أكثر وأكثر. بنفس الطريقة تتطور المعرفة البشرية. هذا الشيء بيصير بالمجال الأكاديمي وبمجال البحث العلمي. فاللي حابب يدخل بمجال البحث العلمي يحط بباله هدف، أنه أنا هدفي هو أني زيد المعرفة البشرية ولو بمقدار صغير، ما أكون زائد على المعرفة البشرية بس مستهلك للعلم، إنما مضيف للعلم كمان. الطريق اللي بدي أمشي فيه لحتى أدخل على المجال الأكاديمي، حنبلش أول شيء اللي هي أبسط درجة أكاديمية اللي هي Associate Degree. نحن ممكن نمثلها بالمعاهد التقنية مثل معهد التجهيزات الطبية اللي بيدرسوا فيه لمدة سنتين. الدرجة الأعلى منها اللي هي درجة الباتشلور، اللي هي درجة البكالوريوس، واللي بعد الطلاب ممكن تتجه مجال مهني أو المجال الأكاديمي، واللي أغلب الحضور هون موجودين منها. ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي مرحلة الماستر، واللي هي هون الشخص حصل على معلومات عالية متخصصة ضمن مجاله. حتى ينتقل للمجال الأكاديمي، بوابة الدخول للمجال الأكاديمي هي الحصول على شهادة الدكتوراه. فشهادة الدكتوراه هي نقطة البداية. هلأ بتذكر جملة قلنا ياها دكتورنا زهير مرمر، اللي هو وقت حصلت على شهادة الدكتوراه تبعك قال لك هلأ أنت صرت قادر تعمل أبحاث. لهلأ لسات الجملة ببالنا. بس انتقلنا بلشنا بالطريق الفعلي. ببلش الواحد بطريقه كمدرس مساعد، أو اللي بنعرفه نحن هون بمرتبة المعيد. بينتقل بعد منا للدرجة اللي بعدها اللي هو درجة مساعد، بعدين بصير بدرجة assistant professor أو associate professor اللي هو أستاذ مساعد. بينتقل بعد منا للمرحلة اللي بعدها اللي هي full professor اللي هو أستاذ باختصاصه، وبعدين بصير professor متفرغ اللي هو متخصص بالمجال اللي هو chair ضمن القسم تبعه. وهي بتكون بعد مسيرة طويلة جداً جداً بمجال البحث العلمي، بمجال الإضافات الأبحاث العلمية والإضافات بهذا المجال. نأخذ لمحة سريعة كيف نحن ممكن نعمل بحث، وشو هي التاسك اللي بيعملها الشخص اللي بيشتغل بمجال البحث العلمي. بداية بده يحدد أسئلة بحثية. أي حدا بده يتجه بمجال البحث العلمي بده يكون قادر على طرح أسئلة. هاي الأسئلة بدها تكون ذكية، أسئلة قادرة أنه تضيف للعلم شيء جديد. بعد ما طرح هاي الأسئلة بده يكون قادر على تحليل البيانات. أنا ما بدي بيانات مجرد أني أقراها، بس عرفت أنه
تحسن السمع بمقدار 30% باستخدام هي السماعة الطبية. شو معناتها هذا الحكي؟ ليش 30%؟ ليش مو 20؟ ليش مو 40؟ شو السبب وراءه؟ شو تحليل هذا الموضوع؟ بده يكون قادر على التدريس، على نقل العلم، لأنه زكاة العلم نشره، وكل شخص مسؤول عنده علم أنه ينقل العلم لغيره ويشاركه مع غيره. النقطة اللي بعدها هو يكون قادر على جمع المعلومات، قادر على تحليل هاي المعلومات، قادر على التعامل مع الأجهزة المخبرية والأجهزة البحثية اللي هي بتعطيه معلومات، وبالنهاية قادر أنه يعرض نتائج، يعرض نتائج من خلال مشاركته بمؤتمرات مثل هذا المؤتمر اللي نحن فيه، قادر أنه يعرض نتائجه بمقالات بحثية، فهو بده يكون قادر على أنه يكتب، قادر على أنه يولد صور، يولد جرافس، يولد رسومات أحصائية تعبر عن النتائج الخاصة فيه. بالأخير نختم بمقولتنا اللي هي تعلم كل شيء عن شيء وتعلم شيء عن كل شيء. ألف شكر أستاذ نبراس وأستاذ علي على هالعرض اللي كتير مركز وكتير جيد، وأنا لح شارككم تماماً بالمقولة تبعكم، وإنه هيك لازم شيء عن كل شيء، لكن في شيء لازم تعرف عنه كل شيء. شكراً كتير. طبعاً في معنى وقت، لذلك لح نكون كمان في مجال تسألوا أسئلة زملائكم. أستاذ محمد أنت ما في تزعل، زملائكم هن اللي يعني فتحوا شقوا الطريق قدامكم. الله تكون عافية. الشباب معروفين بجهدهم ومعروفين بعطائهم. بس هو أول سلايدين يمكن للأستاذ علي، الفرق بين سبيشاليتي وسبيسيفيكيشن. احنا عادة سبيسيفيكيشن نستعملها المواصفات، فأنا أول ما شفت السلايد تبادر لذهني غير موضوع، انه سبيسيفيكيشن يعني المواصفات السيئة ممكن تعطي أجهزة سيئة، فتبادر لذهني انه واحد حاطط مواصفات لأجهزة طبية، لأنه هدول كلهم بيعادلوا أجهزة طبية للسلم. يعني السكاكين هي عبارة عن مشارط بإيد الجراح، الأدوات الثانية بتلاقيها بإيدين طبيب العظمية، فأول شيء هيك تبادر لذهني. ففي فرق بين specification و speciality. هلأ نحن هون التصحيح التلقائي هو اللي عمل هذا اللغط، ولا الكلمة specification هون غلط، يعني نحن كتبناها بس صار في تصحيح تلقائي. تصحيح تلقائي من مين؟ من البرنامج. أوكي. برنامج العرض عن طلعت الكلمة بس غلط. يعني لأنه في زملاء هلأ ومشاريع مهندسين فلازم التوضيح، بس وجب صحيح. التوضيح. شكرا شكرا كثيرا. احنا اساسا نوضحها ولكن ختمنا. اوكي مزبوط. شكرا كثير استاذ محمد. انت قلت شغله مهندس علي عن موضوع، لما انا عندي بمنطقه اخترت المكان، انا اوكي شركتي بمكان ما، اوكي فانا بشوف الجهاز مناسب للطبيب جيب له اياه. اذا ما عنده زباين كثير، ما عنده كلاينت كثير، فانا بجيب له جهاز رخيص عنده زباين كثير. فحطيت معادله انت انا ما كثير موافق عليها، واكيد مهندس محمد ما حيوافق عليها ك بالهندسه، يعني مدير الهندسه الطبيه بالوزاره الصحه. انت بدك تعطي كواليتي للمريض، ما بس تجيب له شيء. انت كمهندس مسؤول، انت صرت هلا انت تخرجت هندسه طبيه، فصرت مسؤول انت كيف تعطي الطبيب، تعطيه الشيء اللي بيعطيه دقه، بيعطيه جوده بالصوره، جوده باي شيء عم تعطيها. فما بس انت تقارن. بعرف الانكم تبعك يكون قليل، بس لازم ياخذ الطبيب الكواليتي العاليه خاصه بالاجهزه الطبيه. تمام. تجهيزات ثانيه تصطفل، بس طبيا بدك تعطيه شيء هاي كواليتي. بس لجاوبك على هي النقطة، هلا أنا لما عم بحكي أول شغلي عم بحكي عن سيريان ماركت، يعني عم بحكي عن السوق السوري. هاي لا أنا لسه ما جاوبتك عن النقطة بعد. الفكرة بدي جاوب عليها إنه نحن نعرض جهاز ضمن إمكانياته بيعطيه ميزات محدودة. نحن بنشرح الوضع، ولكن أنا بس إجي أعرض عليه جهاز فيفيد قلبي مثلا بالإيكو ما حيقدر ياخده،
لكن بعطيه جهاز إيكو قلبي بيأدي غرض لحد معين لتشخيص معين، بعده ما في، وهو بيكون بصورة هذا الوضع الطبيب، لكن بده يخدم حاله فئة معينة من المرضى فقط، لكن هو بيعرف حاله. بعد هيك بيقول له روح على المشفى المعين، في جهاز إيكو معين جيب من عنده الصورة. فأنا بس قادر أني بيع منتج وأعمل بزنس، هاي الفكرة. مثل ما وضح الدكتور مصطفى، نحن للأسف إذا بدنا نعطي الزبون أو الطبيب أو أي جهة على قد مصرياته، هي كارثة. أحد الأمثلة جهاز نوعي ممكن يأثر على حياة كل المشفى، كونه مرتبط بالمشفى كله بدون ذكر شو هو. بتقله ليش ما في حساس الفلاني، بيقول لك ما طلبوه مشان تخفيف السعر. وين صمام الأمان الفلاني؟ نحن وفرنا بالسعر بس الأداء جيد. هلأ هو كأداء أول فترة مزبوط يكافئ، ولكن وين عوامل أمان؟ وين القياسات؟ فاليوم أنا ما بيصير يكون عوامل أمان على حساب السعر، لا، عوامل أمان والأشياء معينة يعني أنا فتت قلت له هذا ما عاد جهاز طبي، لما بتقيم منه بعض الأشياء ما عاد اسمه جهاز طبي. فالوفر مو دائما صح. مبدأ الكاميرا الموبايل، مبدأ الموبايل، انت شغال هذا تاخذ موبايل متطور جدا، بس اوقات في كتير فيتشرز ما بتستخدمها انت، فهذا اذا هيك مبدأه اوكي طبعا يعني. أنا بس هيك، اما اذا كان ما الاستاذ مو على حساب الجودة. احنا عم نحكي انا ضمن الازمة اللي صارت، شركات الكبيرة اغلبها وقفت، صرنا نستعيد بشيء تاني. شركة اوليمبوس، هلا شركة روش كنا قبل بالمخبريات هي نمبر 1، تراجعت على سعيد المناقصات، وبتعرف استاذ محمد انت. لا اذا بدك تفوت بالشق التجاري موضوع تاني. يعني اليوم نحن وقت بينزل دفتر شروط ينطبق على اوروبي غربي، على امريكي، على ياباني، على منتج صيني، هذا ما في مشكله. بالاخير هاي المواصفه انت اخذت الارخص لانه بلد المنشا اختلف، ولكن المواصفه انا ما لعبت فيها. يعني اليوم بدون ذكر اسماء شركات، انه في الماني مثلا وبكافئ صيني بنفس الاداء. هلا الاداء هون خلافنا انه بالكواليتي، لا مو بالكواليتي، بيجي بالاستمراريه او الهيفي ديوتي. يعني اليوم مثلا جهاز بياخذ 100 عينه وجهاز بياخذ 50 عينه، اما الدقه ممنوع يكون دقته يعني اليوم انت عم تبني تشخيص مريض بناء على هالجهاز، ان كان صيني ان كان تايواني ان كان من اي بلد بالعالم، فهون الدقه ممنوع انه يكون في تلعب فيها في رينج. بس انه بلد المنشأ بيلعب بالسعر، طبعا بلد المنشأ بيلعب بالسعر. الله يعطيك العافية. طبعا النقاش هذا ممكن يكون يطول وبحاجة جلسات، بس انا اللي فهمته من الوهلة الاولى انه الاستاذ علي يعني بده يقدم جهاز طبعا امين طبعا صحيح، لكن ما في كل الخيارات. وهذا اللي شيء نحن كثير بنشوفه بالأجهزة، بيقول لك لما نشتري جهاز في شيء ستاندر بيجي مع الجهاز، وفي عدة شغلات اوبشنال، احيانا الاوبشنال قد يزيد سعرها عن سعر الجهاز. فانا بتصور هون نحن اللعب على هذا الخط، وانه الاوبشنال نحن بحاجتها ولا لا. على كل حال مشكورين جميع. شكرا. في أسئلة كمان؟ موضوع كتير بهمكن طلابنا. هلا نقطة البداية بكتابة الأبحاث، هل ممكن تكون هي من غير من دكتوره؟ ممكن تعيد؟ نقطة البداية بكتابة الأبحاث هل ممكن تكون غير من دكتورة؟ يعني غير مثل السيلف ليرنينج. تمام. هلا أنت بمكانك أي سنة حاليا؟ سنة رابعة. تمام. أنت بالسنة الرابعة قادر على أنك تتعلم منهجية البحث العلمي وتبلش تعمل بحث علمي، تضيف للمعرفة وتنشر بيبرات علمية. أنت إذا عندك الخلفية العلمية قادر على هذا الشيء، و
ولكن إذا بدك تكمل بالمجال الأكاديمي فأنت بحاجة دكتوراه لحتى تقدر أنت تدخل للمجال الأكاديمي. ليش عم نحكي هذا الشيء؟ لأنه حالياً أنت حيكون في عندك شوية حدود اللي هي بشكل أساسي خلينا نقول هي التمويل. هل أنت قادر على تمويل مشروع كبير؟ مو قادر. فبدنا نحن شركات أو منظمات قادرة على تمويل البحث العلمي. في منظمات نحن بنقدم لها بروبوزل أنه نحن بدنا نعمل ريسيرش بروجكت مدته 7 سنين له هي الأهداف، بدنا نشتغل مع عدة أشخاص. فهذا بيكون غالباً بيكون ريسيرش دايركتور. فأنت بدأ يكون عندك ريسيرش دايركتور تقدر توجه بحث كبير بيضم عدة أبحاث صغيرة تحت منه باتجاه معين. هي النمط من الأبحاث هي اللي بتقدر تعمل إضافة، كونه كل الأبحاث إلى هدف واحد، إلى سؤال واحد كبير تجاوب عليه وعدة أسئلة صغيرة، حتى أنت تقدر تكتب بروبوزل وتقدمه لشركة لمنظمة تقدر تعطيك فاندينج للبروجكت تبعك. أنت لازم تكون واصل لدرجة أنه هن يثقوا فيك، تكون قادر تكون أنه أنت مشرف على طلاب ماجستير، مشرف على طلاب دكتوراه اللي هن بيقوموا بالأبحاث، أنت تكون موجه لهم. هيك عادة بتكون الأمور ضمن المنظمات البحثية. فحالياً أنت قادر على تطبيق بشكل محدود منهجيات البحث العلمي، طرق البحث العلمي، تعمل أبحاث علمية، تنشر بيبر، ولكن حتحتاج أنك توصل لمرحلة الدكتوراه لأنك تقدر تكمل. فهي مثل فافتول المفتاح لتدخل للمجال الأكاديمي الاحترافي، مو مجرد منهج تطبيق منهجيات البحث العلمي. بتمنى أكون جاوبت على سؤالك. شكرا كثير. أول شيء يعطيكم العافية، أول شكر كبير لكم. في فكرة أنه جامعين أنتم موضوع البحث العلمي مع سوق العمل، وهي شغلة كتير جميلة. طيب هلأ في فكرة الـ R&D بأي شركة بتكون موجودة، طيب شو المواصفات اللي محتاجة الشخص مثلا لحتى يكون هذا الشخص اللي بيكون بالـ R&D؟ يعني هو مطور وبنفس الوقت باحث علمي، بنفس الوقت هو قدران يتعامل مع فكرة المنتجات والسوق ويعرف حاجات السوق بشكل جيد. تماما بالضبط، هي الفكرة اللي عم نحاول نوصلها، اللي هي أعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. حتى تقدر تشتغل أنت بمجال R&D Research and Development فأنت بحاجة أن تكون قادر على أنك تعمل Research، بس بنفس الوقت قادر أنك تعرف المريض شو بده، وقادر أنك تعرف الشركة شو بده من وجهة نظر تجارية. فهلأ مثلا أنا والمهندس علي أنا مختص بالمجال الأكاديمي، ولكن في عندي خط تاني مهني عم بشتغل عليه. المهندس علي مختص بالمجال المهني ولكن في عنده خط أكاديمي هلأ عم يشتغل عليه. عم يشتغل هلأ نحن على بعض الأمور التجارية سوا، عم نشتغل على بعض الأبحاث العلمية سوا، ولكن خطه الأساسي علمي مهني، خطي أنا الأساسي أكاديمي. فبهمنا نحن موضوع التخصص، بس بنفس الوقت بدك تكون أنت قدران أنك تعرف هذا الشيء. فأنت بهمك أنك تعرف بدك تشتغل Research and Development ضمن شركة معينة لمنتج معين. يعني أنت ما بتشتغل مثلاً Research Development لأجهزة الإيكو كاملة، تشتغل غالباً لتقنية معينة أو لجهاز معين، وبعدين بتطبق هذا العلم اللي طبقته كيف ممكن يتناسب مع السوق تبعك. فبدك أول شيء علم صحيح، وبعدين تلاقي طريقة تقبل من السوق. أتمنى أكون جاوبت بشكل صحيح. شكرا. معنا